دكتور، من هو المرشح الجيد لعملية زرع كلى؟ هي طبعا لما تبدا اول بدايه لزرع الكلى لازم تاخذ في اعتبارك انه هذا المريض سيستفيد من الكليه المزروعه. واثبتت الدراسات انه اكثر من 80% من المرضى لهم القدره على انهم يزرعوا كليه. المريض طبعا لازم في الاول يكون خالي من الالتهابات. اذا كان هناك التهاب يجب ان يعالج قبل الزراعه. والالتهابات طبعا من التهابات حاده والتهابات مزمنه، ومن اشهر الالتهابات المزمنه اللي هو مرض الدرن. الالتهابات الحاده اذا كان نوعها سواء كان التهاب في الجذور، التهاب في المسالك البوليه، التهاب في الاذن، ده علاجه سهل الفتره الاولى، وبعدين المريض يكون صالح للعمليه. الحاجه الثانيه انه المريض يقدر انه يتحمل هذه العمليه، وغلطه بالتحمل اللي هي اجراءات العمليه والتخدير وغيرها. وفي هذه الحاله طبعا المرضى بيخضعوا الى فحوصات شامله تختص بكفاءه القلب لانها تتحمل عمليه وتتحمل هذا العضو المزروع. الحاجه الثالثه خلو المريض من الامراض المسرطنه والسرطانات، لانه طبعا معروف انه اذا كان هنالك سرطان موجود في الجسم مع هذه الادويه وعرضه انه يحصل له ينتشر. طبعا هذا معناه انه الشخص الذي عنده سرطان معناه ما يزرع، لكن في بعض الامراض مثلا سرطان الجلد اذا كان تم علاجه بطريقه صحيحه ممكن يزرع طوالي، واذا كان هناك بعض الامراض يحتاج انك تحتاج لفتره سنتين الى 5 سنين قبل الزراعه. الحاجه الرابعه زي ما قلنا انه طبعا الزراعه دي هي محتاجه لادويه مثبته للمناعه، فهذا محتاج لانه التاكد من انه المريض ما حيتاثر بهذه الادويه تؤثر على حياته. طبعا غير كده انه فحص الاوعيه الدمويه، لانه هذه الكليه مربوطه بالاوعيه الدمويه بتاعت المستقبل، بالاضافه الى عدم وجود موانع اخرى مثلا كالجلطات في الارجل او عدم قدره المريض على انه يستقبل هذه الكليه نتيجه لانه هو مصاب بامراض اخرى غير الامراض اللي قلناها. وبعدين طبعا الشيء الاساسي انه هل هذا المريض حينتقل عنده المرض الاولي الى الكليه المزروعه ولا لا؟ ده برضه محتاج الى فحوصات والتاكد من السبب الاساسي الى القصور الكلوي المزمن. شكرا يا دكتور جدا.